حلقة أخرى من صالون علي وجيه. ضيفي اليوم الدكتور علي المرهج، الكاتب والأكاديمي والمختص بالفلسفة. أهلا وسهلا بك دكتور. هل ثمة كتب فلسفية منعت بزمن صدام حسين؟ كتب محمد عبد الجابري فكانت يتم تداولها. لماذا؟ لأنها جائزة. طبعت في مركز دراسات الوحدة العربية، وبالتالي طبيعة الخطاب الموجه ولا يتعارض. أخذ جائزة محمد عبد الجابري من أخذ جائزة بس يقال أنه لم يستلمها. يعني وصفته بالبراغماتي، عادة كلمة البراغماتية بها فد تاتش سلبي لما نتلقاه احنا كشرق أوسطيين خلينا نقول، وعندك كتاب تعلن البراغماتية. كان لو بتعاملنا بنزعة براغماتية مع هذه التعددية وهذا التنوع اللي هو أعيد وأكرر أنه أصيل، لما حدث ما حدث. ليش أكو فجوة عملاقة بين الفلسفة بالدرس العراقي وبين الشعر؟ لما لا يقرأ؟ لم تكن هناك ثقافات حاضرة وفاعلة في الثقافة العراقية غير الشعر، اللي هو يعني شلون هاي ما عبارة عبد الله القصيبي يقول لا. إن العرب ظاهرة صوتية.